ملف السموم المتدفقة على بلادنا من أخطر التحديات المطروحة أمام السلطة السياسية لإيجاد مخرج لها في ظل ارتفاع عدد المدمنين من الشباب والمراهقين. ميناء حلق الوادي الشمالي، وبالتنسيق بين الديوانة والمصالح الأمنية، إحباط محاولة تهريب 3 كيلوغرامات من القنب الهندية و7000 قرص مخدر نوع سوبيتكس. وقع إدخالها في شاحنة قادمة إلى تونس من ميناء جنوى الإيطالي. رغم النجاحات الديوانية والأمنية في مكافحة تهريب آفة المخدرات، تبقى الحرب مفتوحة على أباطرة السموم في بلادنا.